لا بوزيسيون هنايا دو 6 جي 6 جي تكوفري لك اول ويقول لك هنايا 2 جي اند 5 جي تكوفري لك اول علاه يقول لك 5 جي اند 2 جي 6 جي 6 جي افهموا هذه 6 جي ايتيغال ديروها انتم بطريقه علميه بالتساوي 6 جي ايتيغال 5 جي بلس 2 جي يعني واش كاين كاين 5 جي تكوفري لك كلش ابار 2 جي وزيد لها 2 جي ولا 6 جي يعني انتيا بعد هذه نشوفوها كي كوما لا كاليفيكاسيون تاعها في البيكيير فتقدر تكاليفي سودير البيكيير 5 جي والسودير تكاليفيه 5 جي وتكاليفيه 2 جي باسكو علاه ديروا في بالكم مليح مليح بيكيير 5 جي ما تقدرش تكاليفي بها ديريكتومون في لومولوغاسيون سودير 6 جي باسكو علاه لي بارامتر هنايا راهم يتبدلوا لا بروغراسيون تبدل كاين دي بارامتر تاع لومبيراج تاع الفولتاج بزاف بزاف يتبدلوا دونك مي قادر ما تبدلش البيكيير تخلي البيكيير كيما هي تكوفريه اون فوا في 5 جي وتكوفريه دوزيام فوا في 2 جي علاه يقول لك هنايا 2 جي اند 5 جي تكوفري اول اول وفي الفيلات اول بيان سور تكوفري في الفيلات اول مادام هي في لي بوزيسيون الصعاب تكوفري لك دونك هنا راح تكوفري لك اول هذه بالنسبه للبايب جروف دركا البايب فيلات البايب فيلات هاو اللي كنا نشوفو فيه كما نعطي لكم علي هذه البايب فيلات هذه البايب فيلات البايب فيلات كنا شفنا ديجا لي بوزيسيون تاعها ارجعوا كيما هضرت لكم قبيله على لي بوزيسيون تاعها هذه ما تدخلش معاهم لي باسكو هذه 6 جي ار هذه ماهيش فيلات 6 جي ار تاع لا دوبل فيس دي 1.1 بايب فيلات ان اف كنا قلنا واش هي الان اف 45 دوغري اش فاو عليها 45 دوغري روتاسيون 45 دوغري روتاسيون يعني هذه تكون الدور واش تكوفري هاي تكوفري ما تكوفريلكش في البايب تكوفريك ديريكت في الفيلات ان البايب تكوفريك غير الفلات تكوفريك غير نفسها دو اف كما كنا شفناها قبيله هكذا واش تكوفري فلات اند هوريزونتال دو اف ام اللي كنا شفناها قبيله دو اف ام هكذا بصح الدور روتاسيون هاي لا بوزيسيون بصح الدور واش تكوفري غير في الفيلات تكوفري فلات اوريزونتال 4 اف هاي لا بوزيسيون 4 اف واش تكوفري تكوفري فلات اوريزونتال اوفر هيد زيد 5 اف اللي هي هكذا تكون فيكس 5 اف تكاليفي لك اول يعني انت يا السودان الجماعة اللي يخدموا في لي باك يعرفوها بزاف يخدموا في لي تيبيلور لي تيبيلور تاع لي باك لي تيبيلور تاع لي باك لا بوزيسيون تاع تاع حمص بي لو 5 اف انت كنت مولو قولي سودان روح مولو قولي 5 اف ديريكت باسكو علاه سي لي دي ترافو سوبليمونتير في الشونتي راه فيلات راح يكون ديجا كاليفي كاليفيتو في 5 اف كاليفي كلش ما تكاليفيش 2 اف ومن بعد 5 اف تجي تخدم لي تيبيلور تقول لي تزيد تعاود لومولوغاسيون علاه نقول لك انا تكون انت قد الشركه تاعك ما تكونش تزيد عليها باسكو هذو مصاريف راح تنحيهم نتايا من الحسابات نتاع الشركه وما تضيعش الوقت باسكو ما تنساوش البروجي مرتبط بالزمن بالوقت وهذاك الوقت سي دلارجون كيما يقولوها دونك الانسان هذه 5 اف تكاليفي لك 5 اف قلنا هاي تكون فيكس ولا هاي تكون فيكس يبقى الاخرى هي سبيسيال بوزيشن سبيسيال بوزيشن درك نشوفوها واش كنا لا كانت شفا واش قلت لكم النهار الاول قلت لكم باللي الفقره اللي قريناها الاولى تولي لنا هي الاخرى هاي هنايا نورمالمون في الارتيكل الارتيكل دو نورمالمون درك نشوفوها معايا سكر الفقره ارتيكل ها هي الوالد اورينتيشن كيو دبليو 110 وين اورينتيشن واش يقول لك قلت لكم قبيله باراغراف صغيره تبعت لك كالكو باراغراف وكالكو طابلو وكالكو ديزاين هاي لهنا ذا اورينتيشن اوف ويلد ار illustrated ان فيجر كيو دبليو 461.1 اور فيجر 461.2 واش معناتها هذه معناتها داك ديريكت باش تروح الفيجر هاي الفيجر فيجر كيو دبليو 461.1 بوزيشن اوف ويل جروف ويل وعطيك الشيما هذه وعطيك لو طابلو هذا وبوينت 2 هاي لهنا بوينت هاي لهنا هذه تاع الفيلات وهذه تاع الجروف كي نقولوا فيلات معناتها رانا نهضروا على هذه كي نقولوا جروف
ويجور نهضروا افيك شونفرا دروك الديتاي نتاع هذا نتاع هذه ان شاء الله لا باراغراف دروك نشوفوها معنا هنايا تعرفوها على جالكم رانا درنا الشيما قسمناها كما راهي مدايره في لو علي يعطينا هذيك سمحوا لي دقيقه برك باش تكون ان شاء الله نظيفه شوفوا معنا تبوا مالي ها معناتها قسم لاسيو دير باش في لورينتاسيون هذه حنا هذه لاسيو دير كيفاش جبناها قسمناها منا قسمناها هاي لاسيو دير سي لا ميم شوز قسمناها باش تكون كيما لو كود باسكو علاه كي نجي نعدك لورينتاسيون نقدر ندور لك لورينتاسيون شوف لك في الفيغور هنا واش تقول لك البوزيشن فلات ا اوريزونتال بي اوفر هيد سي فيرتيكال دي اند اند اي صح نروحوا بالعقل مادامها راهي لا سودير نديرها من تحت لهنا هاي لا سودير نديروها كيما راهي نديرها هاي لا سودير هاي لا سودير ها يقول لك ديجرام ريفرنس انكلينيشن اوف اكسس ديجري روتاشن اوف فيس ديجري صح ديجرام ريفرنس الا وين هي الا نجيو هنا ونشوفوا وين هي الا هاي الآه هذه واش تمثل لك؟ تمثل لك لا بوزيسيون بلان يعني فلات بلان البي تمثل لك لا بوزيسيون اوريزونتال يعني تكون هكذا هاي اوريزونتال السي تمثل لك لا بوزيسيون اوفر هيد شنو هو جماعه؟ اوفر هيد بلافون هاي بلافون الدي اند اي تمثل لك لا بوزيسيون فيرتيكال هي فيرتيكال هاي فيرتيكال هادو الدياجرام ريفرنس يعني هذو الوحدة الار اند بي اند سي اند دي اند اي يعطيك بهم لي بوزيسيون هنا يقول لك الانكلينيشن اوف اكسس دوغري صح هاي الانكلينيشن شوفوا معايا ها او لهنا يقول لك هذا الهوريزونتال بليت وهذا الفيرتيكال بليت باسكو ديجا راهم منديكي هذا هنا دروك نعاود نشوفو معاكم واحد الحاجة مليحة بزاف دقيقة اسمحوا لي برك باش نفهموها مليح مليح شافو شنو هاي الأورينتيشن هاي لهنا إليستريت إن فيجر واش يقولك تيست بوزيشن فور جروف ويلد اللي هي هذه هي حنا قلنا الجروف ويلد هذه الفيلات وهذه الجروف test position for the groove. Groove weld, weld may be made in test coupon oriented in any of the position in figure QW461.3 or figure 461.4 and as described in the following paragraph except that the angular deviation of 15 degree from the specific horizontal and vertical planes and an angular deviation of 5 degree from the specific inclined plane are permitted during welding يعني هنايا واش قال لك هنايا البلاين قال لك from the specific and specific horizontal and vertical plane how plane horizontal plane يعني كل كلمه يذكرها لك راح يمثلها لك هذا الهوريزونتال بلاين هذا الفيرتيكال بلاين دركا واش عطاك هنايا الانكلينيشن اوف اكسس دوغري يطلع ب 0.15 واش معناتها معناتها هذه هنايا راهي طلعت البياسه كانت في الارض كانت في الارض هاي بلين اوريزونتال طلعت ب 15 دوغري هاي طلعت ب 15 دوغري هاي طلعت ب 15 دوغري هكذا طلعت ب 15 من 0 ل 15 من 0 ل 15 هاي طلعت هنا ب 15 دوغري هاو ال 15 دوغري لهنا فهمتني ومن بعد كي طلعت الروتاسيون تاعها للجهه الاخرى اوف فيس دارت من 150 ل 210 ل 150 توليها هنايا هاي حتى ل 210 هاي منديكيا دارت من 150 ل 210 يعني طلعت 15 دوغري ودارت من 150 ل 210 واش تولي هنا لا بوزيسيون تولي فلات يعني بلا وسي لوجيك ها اروح نديروها هاي طلعت ب 15 دوغري هاي كانت اوفر طلعت ب 15 دوغري ومن بعد دارت من 150 210 هاي 200 هاي هنا ولات 150 حتى 210 هاي هاي بلا
يعني يعطيك الرينج هذا هنا تاع الروتاسيون اوف فيس من 150 ل 210، يعني تقدر تقول لك بلا غير في الرينج هذا تطلع ب 0.15 ا كونديسيون لو ديغرام لانكلينيجون تاعها الكينجن تاعها من 0 حتى ل 15 والدور من 150 ل 210، يعني هاي طلعت، هاي طلعت 15 دوغري من بعد هاي طلعت نديرو هذه هي 150 هاي بلا سودارا وقاعد يسودي هكذا بلا ومن بعد دار حتى 210 ها مازال يسودي بلا بصح كون تزيد تولي الدور هكذا تولي تتبدل لابوزيسيون تاعها هذه الحاجه الاولى اوريزونتال اللي هي الريفرنس تاعها بي هاي البي هو ذلك الا هي الفلات هاي الا انديكي لك ان انديكي تاعنا بلا صفر هنايا هاي البي اوريزونتال هاي البي لهنا واش يقول لك يقول لك تطلع توجور من 0 ل 15 بصح روتاسيون اوف فيس من 80 ل 150 هاي 80 لهنا ل 150 شوف هاي طلعت 15 دوغري ودارت من 80 ل 150 هاي دارت من 80 حتى ل 150 شوف هاي قاعده تدور ها ها هنا كورنيش دو جي وكاينه ثاني دور لك من 210 ل 280 من 210 هاي ما عندك يعني 210 هاي ما عندك يعني 280 هاي من ديك 150 لهنا ومن ديك 210 يعني الدور لك من لهنا وزيد الدور لك من وكأن الدور هكذا الدور هكذا طلع 15 دوغري والدور هكذا ومن بعد تزيد الدور دور تولي هكذا تبقى منا دو جي ومنا دو جي دونك بقات لا ميم شوز دونك عندها دو جي على دو فاس دو جي منا دو فاس ودو جي منا مي لازم تختار توجور هذه من الزيرو للكاز الاوفر هيد لا ميم شوز الاوفر هيد هي السي تطلع من 0 ل 80 هاي 0 هاي 80 هنايا الاكسس شوفوا الاكسس راه منعته منا دياغرام اوف اكسس ا من 0 ل 15 ها 0 ل 15 دياغرام اللي هنا تاع البي من 0 ل 15 كيف كيف 0 ل 15 الدياغرام تاع السي من 0 ل 4 يعني من 0 ل 4 يعني هنايا لازم تطلع البياسه من 0 ل 4 ومن بعد الدور باش تعرفها صح تكون من زيرو الكاترفا تطلع يعني راح تطلع هكذا هي توجور البياسة هكذا اوفر هيد راح تطلع هاي احنا هاو الكاترفا نديس راح تطلع يعني تطلع هكذا ومن بعد الدور كي الدور دير الدور من زيرو ل 80 والدور من 250 ل 260 ل 360 تبقى توجور تبقى من زيرو ل 80 دور من زيرو من زيرو الكاترفا دور من زيرو الكاترفا ها هي كيما حنا ها دارت من زيرو الكاترفا ها مزات اوفر هات او سيدي بلافون والله تزيد الدور من 280 ل 360 يعني راح تزيد تدورها كيما عندها تدورها 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 الدور وتزيد تولي 280 هاي اللي هنا حتى ل 360 راح تزيد تولي كيف كيف بلافون راح سوداري يبقى يسودي بلافون توجور يبقى سودي بلافون نروحوا للاخرى اللي هي الفيرتيكال دي اند اي تطلع من 15 ل 80 في الدي هاي 15 وهاي 80 يعني كانت هكذا هاي 15 تطلع ل 80 هاي طلعت ل 80 كي طلعت ل 80 دارت من 80 ل 280 دارت من 80 ل 280 ها قول هكذا قريب قالت فيرتيكال ما تبدلتش قالت فيرتيكال والله زاد دارت من 0 ل 360 يعني من بوان 0 من بوان زيرو حتى 360 هاي بوان زيرو وتزيد الدور 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 وتزيد ترجع لنفسها بعد قاعد فيرتيكال يعني هذه هي المعنى انتحى واش يقول لك يقول لك لهنا تعريف انتحى except that the angular deviation of 15 degree from the specific horizontal and vertical plane and an angular deviation of 5 degree from the specific inclined plane are permitted during welding يعني هنايا واش راح يقول لكم بالمختصر المفيد اها هذه البلاك كيما راهي مصوره مثلا ها راهي تبقى مثلا طرواجي هاي هنايا بلاك مع بلاك هنا نقولوا طرواجي راهي عندك الحق تبقى طرواجي في الديفياسيون ها ديفياسيون ديفياسيون ديفيا 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 تبقى لك ديفياسيون ا كونديسيون ديفياسيون هذه ما تفوتش 15 دوغري يعني الا كانت عدت هذه هنايا 90 دوغري راهي وقفت 90 دوغري وحبينا نجبدوها هكذا ونهبطوها الاخر تاعها هي 75 75 دوغري
كنت هبطها حتى 70 درجة ولي سبيسيال بوزيشن. وهنايا عندها ايفي واحدة اخرى خلاص خلاص دوك نقول لكم واش ولي فين تاعها. دونك هكذا تولي ولا تكون في لانكلينيزون 5 درجة مثلا. لانكلينيزون كما عليه شفنا سي جي سي جي هاي سي جي ماشي كالكو سوا نهضروا على على كالكو سوا لا بوزيسيون هاي سي جي هاي سي جي هاي سي جي نهضروا انكم على لا بوزيسيون هاي هذه 45 دوغري لا بوزيسيون يقول لك تبقى 5 دوغري تبقى 6 جي ويقدر السودان تحسب له 6 جي ا كونديسيون ما تفوتش لانكلينيزون تاعها 5 دوغري يعني حنا كون عود انسبكتور لاباس به ويعرف غدوة كون يجيه الكليون فهمتني كيفاه والكليون ما يعرفش يقدر يتعامل معاه هذه 45 دوغري نهبطها هكذا شويه نقيس قداه لونغ لكن لقيناها 40 دوغري راهي مازال سي جي كون نطلعها هاي 45 دوغري نطلعها شويه ب 5 دوغري قداه ولات 50 دوغري مازال سي جي بصح كون نهبطها لطرونت انا ولات سبيسيال بوزيشن كون نطلعها فوق 50 ولا 55 ولات سبيسيال بوزيشن دونك هذا هي واش معناتها لانكلينيزون سبيسيال بوزيشن هذه واش هو الواحد تاعها هاو سبيسيال بوزيشن على قلت لكم انا يولي تتبدل تبدل مابقاش كما تقدر تقدم لي حامي شويه حامي تقدر تقدم لي شويه هنايا هاي سبيسيال بوزيشن هنايا مثلا في البليت جروف في البليت جروف كما قلنا هذه دركا هذه لانكلينيزون تاعها كي طابت هكذا حتى حتى مثلا هابط هكذا راهي هابط مثلا حتى ل 70 ولا سبيسيال بوزيشن واش تقدر تكوفري لك في الديامتر لهنا اللي يكون اكثر من 24 انش تكوفري لك انيكمون سبيسيال بوزيشن اللي كنا نهتو فيها وتكوفري لك الفلات يعني تقدر تسوديها سبيسيال بوزيشن ولا تسوديها بلا ميثود هذه فلات يعني هنايا ما بقاتش كما كانت تسودي دي زوتر بوزيشن كيف كيف في الديامتر تاع البايب هنا اللي يكون اقل من 24 بوز تسودي لك سبيسيال بوزيشن تسودي لك الفلات في الفيلات نتاع البايب ونتاع البليت كيف كيف سبيسيال بوزيشن رانا هنايا سبيسيال بوزيشن والفلات دونك هذه هي هنايا في البليت فيلات هاي البليت فيلات انا كيف كيف ها بليت فيلات ها تهبط هكذا ل 70 دوغري 70 دوغري تولي سبيسيال بوزيشن واش سبيسيال بوزيشن هذه في لهنا ما تكوفري لك والو في البايب وتكوفري لك لهنا سبيسيال بوزيشن والفلات يعني تكوفري لك الفلات مي ا كونديسيون تكوفري لك الفلات قلنا نرجعوا لا نوت 3 ما تنساوش يا جماعه لي نوت انا نشوف كل كور ونقول لكم لي نوت باسكو سي تري زامبوطون لي نوت هما الصح كون تحيد على لي نوت راحت لك المصداقيه نتاعك ا كونديسيون لا نوت اللي قلنا عليها هي 73 ملم الف اوفر لا ميم شوز في سبيسيال بوزيشن هنايا في البايب في البايب اللي قلنا عليها ها كانت 45 دوغري هبطت 40 دوغري راهي مليحه هبطت ل 30 ولات سبيسيال بوزيشن واش تولي تولي تكوفري سبيسيال بوزيشن وتكوفري لك الفلات يعني تكوفري لك سبيسيال بوزيشن اللي هبطت 30 دوغري وتكوفري لك ان جي روتاسيون اللي قلنا فلات تكوفري لك ان جي روتاسيون على قلت لكم انايا لازم تحفظوا لي بوزيسيون سوداج باسكو سي تري 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 امبورطون لي بوزيسيون سوداج هذه هي نورمالمون الفكره العامه وفي البايب فيلات ثاني كيف كيف البايب فيلات اللي هضرنا عليه هاو البايب فيلات لهنا كيف كيف لا ميم شوز الفكره هي هي لا ميم شوز لا 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 الواحد لانكلينيزون تاعها ثاني كيف كيف فهمتني كوفري لك غير سبيسيال بوزيشن اند الفلايت هذه هي قبيله كنا هضرنا على على لي باراغراف الاخرين هضرنا وتكلمنا عليهم دونك هذو هما لي بوزيسيون سوداج هذو هما لي بوزيسيون سوداج نورمالمون بربي ان شاء الله تكون علينا هزينا علينا ان شاء الله الحين علينا حاجه مليحه اللي الناس لازم تعرفها حاجه واحده برك كنت لازم نقولها لكم معلومه مهمه جدا يعني 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 لا لا نفرح ب لو كود ازمي لو كود ازمي ميم سي ميم سي ميم سي ها شوفوا لو كود ازمي يقول لك مثلا هنا سي مكتوبه كبيره سي كابيتال سي علاه باش كون ترجع مثلا هذاك الدوكيمون اللي هضرنا عليه ها في لو دوكيمون هذه يكتب لك يقول لك هذه معناتها يعني يعني لك يسني فيك كود ازمي ناف انيكمون وسي صغيره فور لي زوتر كود يعني حتى السي هذه كابيتال كبيره وعندها معنى وشوفوا المعلومه اللي لقيتها في واحد الدوكيمون تاع واحد لاباج مليحه بزاف بزاف نصحكم باش تبعوها كواليتي كيكا جو بونسي سي هنودا يقول لك واي ادوبت كود بوركوا ادوبتي سو كود لو كود واش المعنى نتاعو فيه دو سي اي دو اس دو سي واش معناتها كوليكتيف نوليدج اند اكسبيريانس اللي هي مجموعه المعارف والخبرات كريديبيليتي كيقول لك انا كريديبيليتي خلاص يعني المصداقيه والدنيا خلاص دو اس يقول لك سيفتي سيفتي تاع المتاع فاهم بيرسونيل
سيفتي لا شاسور سيفتي فيرست ستاندرديزيشن اللي هي المعايير. يعني الكود هنايا حتى في التعريف الصغير تاعو فيه اربع حروف بصح المعنى تاعو كبير 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 ويعطيك مصداقيه كبيره 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 باش تعلم. هذا كان اول كور تاعنا قدرنا بربي ان شاء الله نكونوا بربي ان شاء الله قدرنا نلخصوا فيه لي بوزيسيون دو سونداج. كلش على جالكم هون كلش على جال عينيكم هون. الحمد لله الفكره اللي حبيت نوصلها اليوم هي التكريم تاع الناس خاصه علي حسين اللي حبيت نكرمه ونزيد نعاود نكرمه ونقول له بارك الله فيك الشيء اللي مديته لي في حياتي لحد الان ومازال تمدلي فيه. ربي يجازيك ان شاء الله بالخير ويعطيك ما تتمنى الشيء اللي تقدم لي فيه. على الاقل انايا راني قاعد لحد الان نعرف قيمتك وقاعد ندي منك ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. يعرفوا الكفاءه تاع الناس اللي راهم كيما هكذا في الدومين الناس هذو اللي قادرين يمدوا للبلاد باسكو على افيك لو طون العبد والله العظيم عندنا لو بروبليم سيكو كاين دي جان متخرجين جدد من الجامعه وجايين دنيتهم. لي جان هذو لازم يدخلوا في الدومين ويعرفوا والناس اللي قدم وخاصهم حاجه يتعلموها. مي كاين دي جان الله يبارك راه معنا ما شاء الله في الدومين يقدروا يمدوا بزاف ندوا من الخبرات نتاعهم. هذه هي ان شاء الله ما نكونش ان شاء الله كنت ثقيل عليكم نكونوا ان شاء الله كنت خفيف عليكم. بربي ان شاء الله نستنى منكم ان شاء الله لي كومونتير اذا كان عجبكم الفيديو نستنى منكم لي كومونتير تاعكم كيش ما تقدروا حاجه تفيدونا بها ولي كيسيون اللي مديتو لكم ديرونا عليهم دي كومونتير باش ان شاء الله يبقى لا ريشيرش هذاك بيناتنا توجور. لازم بربي يشرح لو كود ديروه بيناتكم تبارطاجيوه على الاقل في باج ولا باش يكون عند الناس الكل يعرفوا لو كود ازمي وباش وتعلموا حاجه تعلموا لا ريشيرش. لا ريشيرش غادي يديكم الحاجه بعيد بلي في الدومين هذا يديكم حتى تقولوا دي ماناجر دونك الحاجه هذه ما تعطيوهاش بين يديكم. نقول لكم في الاخر بارك الله فيكم يعطيكم الصحه كي سمعتوا لنا وديتوا من حيث من وقتكم واستمعتوا لنا وبربي ان شاء الله مازال ان شاء الله نزيدوا نقدموا لكم في الكور الجاي ان شاء الله لا سويت نقدموا لكم لي بروسيس دو سوداج. لي بروسيس دو سوداج راح يكون معنا علي ان شاء الله كي العاده باش يديطاي لكم في لي بروسيس دو سوداج. انا نتاعي نديطاي لكم انايا في الورقه الدوكيمون وهو يديطاي لكم سير تيرا هكذا ان شاء الله تزيد توسع المعلومات نتاعنا اكثر واكثر ونزيدوا ندخلوا في توسع نتاع الماده العلميه هذه ان شاء الله ويكون منتوج مليح مليح ان شاء الله لينا الفايده لينا لوليداتنا والبلاد برب ان شاء الله. وهذا الشيء اللي نحوس عليه نحوسوا انه بلادنا تتقدم في الدومين هذا وتكون بين الدول اللي معتمده الدومين هذا في بلادنا تكون من الدول القاويه لان بصراحه نحن الجزائريين مانا مخصصين لا يد لا رجل عندنا لي كومبيتونس عندنا الناس قلتها ونعاودها عندنا الماده الخام باش نديروا المعجزات ان شاء الله برك تكون كاينه حاجه مليحه اللي تحركنا باش نقدروا نقدموا. هذه هي ان شاء الله بارك الله فيكم يعطيكم الصحه ونتلاقاو ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله ممكن على اسبوع ممكن على 10 ايام والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.